إن القطاع البحري يتمتع بأهمية استراتيجية لتنمية اقتصادنا عبر المبادلات التجارية الدولية. ولقد أكد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال تعليماته وتوجيهاته على ضرورة دعم هذا النشاط الحيوي وترقيته، لا سيما عن طريق تعزيز الأسطول الوطني للنقل البحري لزيادة حصة سوق شحن البضائع لتمكينه من تغطية الاحتياجات الوطنية بمعدل ملموس، زيادة المنشآت القاعدية عبر توسعة نهائي الحاويات في عدة موانئ وطنية مع الأخذ بعين الاعتبار تخصص الموانئ وفق القدرات التقنية لكل ميناء، استعمال الرقمنة لتنظيم وتسهيل عبور البضائع.